ما هو المطلوب من فرنسا؟ وش يتعوضنا؟ لا احنا شوف تعوضنا ارشيف، تعوضنا معلومات. شوف تعوض. هي دوك فرنسا ما عندها ما تعوض. يا ربي وتوكل شعبها منا والفوق. الازمه اللي راهي عايشتها ورايحه تعيشها بور دي زاني، يا ربي وتوكل شعبها الا ما تكونش فيها انتفاضات في بلادها. فهمت ليا؟ دونك حنايا واش نطلبوا؟ هضر معايا الند للند. انت دوله حره وانا دوله حره. انت كنت استعمرتني وانا حررت روحي منك. اذا nous sommes à égalité sur le plan dans le concert des nations. Dans le concert des nations. Nous sommes indépendants. انت حر وانا حر. بصح عندك اون ديت. عندك دين تخلصوا لي. رد لي واش ديت من بلادي. اي كومبخي الارشيف. هذا الارشيف اللي انا كم يقدر هذا الدين؟ يا حسرة أنا شوف لو تريزور دالجي فقط والبواخر نتاع الخيرات والماسورات واللي داتهم فرنسا داهم دو بوربون في سنة 1038. حنا لما قدرناهم اون ليزا ايفالوي افيك دي سيانتيفيك دي شيرشور دي ايكونوميست اكسيتيرا نصيبوا باللي نبيع فرنسا نبيعوها 10 مرات ما تعوضناش ما تعوضناش في الشيء اللي داتو في جزء. الوغ كي نتكلموا اليوم واش نقولوا؟ فانا ربما الناس راهم يقولوا راهي تبالغ. لا مانيش نبالغ، راني نقول في حقيقه وهما عارفينها مليح. دونك الارشيف هذا لازم نو فا ديفينيغ سيت ارشيف. انا قلت لك اعطيني نتاع نابوليون تاعك ولا شارل ديس ولا شارل ماني. ارشيف الوطن انا نحتاج الارشيف نتاع بلادي من 1830 الى يومنا هذا.